بعد ما اهتموا فينا الحين صار الوقت اللي نهتم فيهم. ايش حالك ابو سعيد؟ نسبة كبار السن عندنا في دبي تقدر بحوالي 6.6% من الإماراتيين، ومتوقع أنها ترتفع من 10 إلى 15% عام 2030. مثل كل البلدان، الشواب معرضين لأمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الرئة، ويحليلهم بعد معرضين للاكتئاب اللي يصيب 7% من المسنين، وبالتالي لازم نخليهم يشعرون أنهم محل اهتمام ورعاية. طبعاً الدولة ما قصرت في رعاية كبار السن، لكن الدور الأساسي هو لنا، ويتوجب علينا التزامات يومية بسيطة تجاه شوابنا، مثل العناية بالقدمين والجلد وفحصهم للتأكد من عدم وجود جروح أو تقرحات أو تغير في اللون. نتأكد من إنارة الممرات والدري، وننتبه لوضعية السجاد والأرض المبللة عشان نتفادى الطيحات، طبعاً تفادي النهوض السريع من الفراش عشان ما يفقد المسن توازنه. وآخر نصيحة، الإشراف على تناول المسن لأدويته مع شرب كميات كافية من المياه. الله يطول بأعمار شوابنا، وعساكم دوم بصحة وسعادة.